أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا أحدًا فردًا صمدًا حيًا قيومًا لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله.